السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثاني المتوسط بشركة آفاق التعليمية، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس اللغة العربية لغتي الخالدة. ما زلنا أعزائي في دروس الوحدة الأولى تقنيات، وموضوعنا اليوم الصنف اللغوي ظروف الزمان والمكان. لاحظ معي هناك بعض الكلمات التي تدل على الزمان والمكان، كلمة وسط، كلمة ليلا، كلمة صيفا، كلمة أمام، كلمة شتاء، كلمة شمالا، كلمة خلف، وكلمة نهارا. من البداية كلمة وسط، من الكلمات الدالة على الزمان أم الدالة على المكان؟ نعم، كلمة وسط من الكلمات الدالة على المكان. وكلمة ليلا، ليلا معروفة من الكلمات الدالة على الزمان. كلمة صيفا أيضا زمان، ممتاز. كلمة أمام، نعم أحسنت، مكان. كلمة شتاء معروفة، زمان، ممتاز. كلمة شمالا، شمالا مكان. خلف، مكان أيضا. نهارا، نهارا دالة على الزمان. إذن لاحظ معي ظرف الزمان أو ظرف المكان، عندما أضع له تعريف أقول أن ظرف الزمان اسم منصوب يدل على الظرفية، دال على زمان حدوث الفعل. اسم منصوب يدل على زمن حدوث الفعل، يتضمن معنى في، وهشرح لكم معنى يتضمن معنى في دي. ظرف المكان، ظرف المكان اسم منصوب، منصوب على الظرفية، يدل على مكان حدوث الفعل، أيضا يتضمن معنى في. لاحظ معي أتأمل الكلمات الملونة في الأمثلة التالية وأكمل الجدول. توجد اليوم أنواع صغيرة، كلمة اليوم، يصنع الجلفان متر من خيط رفيع، فوقه طبقة، كلمة فوقه، يوضع الجلفان متر بين قطبي مغناطيس، كلمة بين، لا يستغنى الآن عن رسام القلب الكهربائي، كلمة الآن. الكلمة، كلمة اليوم، نوعها ظرف زمان، السبب لأنها تدل على زمن حدوث الفعل. كلمة الثانية، كلمة فوق، فوقه، ظرف إيه؟ ظرف مكان، طبعا ليه؟ السبب لأنها تدل على مكان حدوث الفعل. كلمة الثالثة، بين، طبعا ظرف مكان تدل على مكان حدوث الفعل. وأخيرا كلمة الآن، نعم ظرف زمان لأنها تدل على زمان حدوث الفعل. النشاط التالي، أقارن بين كلمة اليوم في الجملتين الآتيتين من حيث موقعها الإعرابي. اقرأ الجملة الأولى، توجد اليوم أنواع صغيرة من أجهزة رسم القلب. توجد اليوم، توجد اليوم أنواع صغيرة من أجهزة رسم القلب. الجملة الثانية، اليوم جميل. لاحظ أن كلمة اليوم تكررت في الجملة الأولى وفي الجملة الثانية، لكن في الجملة الأولى عندما أقول توجد اليوم أنواع صغيرة من أجهزة رسم القلب، إذا حذفنا كلمة اليوم ماذا تصبح الجملة؟ توجد أنواع صغيرة من أجهزة رسم القلب. إذن كلمة اليوم هنا دلت على زمان، زمان الفعل. متى توجد أنواع صغيرة؟ اليوم، توجد اليوم، تمام. إذن كلمة اليوم في الجملة الأولى تدل على زمان وقوع الفعل. الجملة الثانية، اليوم جميل، تجد أن هذه الجملة جملة اسمية
تتكون من مبتدأ وخبر. إذن في الجملة الأولى كلمة اليوم ظرف زمان منصوب لأنها تدل على زمن وقوع الفعل، وفي الجملة الثانية مبتدأ مرفوع لأنها وقعت في بداية الجملة الإيه؟ في بداية الجملة الإسمية وجاء بعدها الخبر. أحسنتم. أقرأوا الجملتين الآتيتين ثم أكملوا الفراغات. الجملة الأولى: به الدنيا أمامك فاغتنمها وجل فيها وخذ ما تشتهيه. كلمة أمامك ظرف إيه؟ ممتاز، ظرف مكان. الجملة الثانية: شاهدت التلفاز ليلا. ليلا ظرف إيه؟ ممتاز، ظرف زمان. طيب، في هذه الجملة شاهدت التلفاز ليلا، الكلمة التي دلت على زمن المشاهدة هي كلمة إيه؟ طبعا هي كلمة ليلا. لاحظ معي، يسمى كل من ظرفي الزمان والمكان مفعولا فيه. مفعولا فيه. في بداية الدرس ذكرنا أن ظرف الزمان وظرف المكان كل منهما يتضمن معنى في، أي إذا كان الظرف ظرف زمان فهو يتضمن الزمن الذي وقع فيه الفعل، وإذا كان الظرف ظرف مكان فهو يتضمن المكان الذي وقع فيه أيضا الفعل، لذلك يسمى مفعولا فيه. إذن ظرف الزمان وظرف المكان يسمى مفعول، كل منهما مفعولا فيه. مثلا عندما أقول شاهدت التلفاز ليلا، وشاهدت التلفاز في الليل، شوف هنا معنى إيه؟ معنى يتضمن معنى في. شاهدت التلفاز ليلا وشاهدت التلفاز في الليل، تمام؟ طيب، أخيرا أتعاون مع مجموعتي لملء الفراغات الآتية: الظرف المفعول فيه سواء كان ظرف الزمان أو ظرف المكان، الظرف ينقسم إلى قسمين: ظرف زمان مثل ليلا عصرا وهكذا، وظرف مكان مثل أمام خلف وهكذا إلى آخره. النشاط الأخير: أقرأ الأمثلة ثم أضع خطا تحت كل ظرف وأبين نوعه. شاع استعمال عربة الخيل في أوروبا قبل 4 قرون. تجد أن كلمة قبل تدل على الزمان، إذن هي ظرف إيه؟ زمان. اخترعت السيارات بعد استخدام عربة النخيل بعد، نعم، تجد أنها تدل على الزمان فهي ظرف زمان. يجلس السائق في عربة الخيل على مقعد أمام الركاب، نعم، كلمة أمام تدل على المكان فهي ظرف مكان. يمكن الحصول على جهاز موثوق لتسجيل حركة القلب حين وصل الجلفانومتر بجهاز تسجيل. حين ممتاز، تدل على الزمان. حاول الإنسان منذ أقدم العصور الإسراع في الانتقال من مكان إلى آخر. حاول الإنسان منذ أقدم العصور، إذن كلمة منذ تدل على الزمان فهي ظرف زمان. أخيرا، تسير القاطرة فوق سكك الحديد، كلمة فوق ممتاز، أحسنتم، جزاكم الله خيرا. كلمة فوق تدل على المكان، إذن هي ظرف مكان. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم. أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء جديد مع درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.